أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في واقع الأمر أن السعودية تخوض حروبا داخلية وأخرى خارجية، أن إجراءات آل سعود التعسفية في حق أهلنا في العوامية الصامدة هو نموذج بسيط من إرهاب آل سعود وإجرامهم الوحشي. لم يعد أمام النظام السعودي من سبيل سوى تحمل دمويته أو دعمه للإرهاب الدولي نتيجة دوره التخريبي الذي يقوده في المنطقة. بلا شك كل الدعم والتأييد والتضامن مع أهلنا المضطهدين في العوامية، كما وندعو الإعلام المقاوم الحر الشريف بالتحول بل بالزحف نحو الدماء الطاهرة التي سفكها النظام الإرهابي السعودي، وتغطية ما يجري من إرهاب ممنهج على الضفة الشرقية من البحرين الكبرى. إن الشعوب الحرة مقبلة على انتصارات مشرقة، ستسير بآل سعود وأتباعهم إلى الهاوية بإذن الله.